انا مش كافر الجوع كافر. اثار الخبر يلي نشرته واحدة من الصحف حول توقيف القوى الامنية ربع عيلة سرق ربطين خبز وانينة بيبسي بطرابلس وصدور قرار قضائي بتغريمه مبلغ 300,000 ليرة لاطلاق سراحه، ضجة كبيرة باوساط الرأي العام اللبناني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. لأنه كشفت معلومات صحفية أنه الشاب ما سرق ربطين خبز وأنينة بيبسي، بس تعرض لسرقة المال بالقوة من قبل شخصين وحرقوا دراجته النارية، فصدرت مذكرة توقيف غيابية بحق كل منهم. هيدا الأمر يلي دفعه لسرقة دراجة نارية تانية. أما يلي أثار الجدل فهو اللي توجهت فيه مرته للقاضي، بس تقالت بدك إياه يسرق خبز وبيبسي ليعيش عيلته. وبغض النظر إذا كانت القصة مزبوطة أو لا وكيف حصلت الحادثة، إلا أنه قضية الجوع والفقر بلبنان أخذت مساحة كبيرة من الرأي العام وانتفضت الناس كلها بوجه القضية. هيدا يلي دفع بمجموعة من المغتربين اللبنانيين ليأخذوا على عاتقهم مبادرة إنسانية بتوزيع الخبز على المحتاجين بمناطق عدة بلبنان. فمين هي هيدا المجموعة وشو كانت المبادرة اللي قاموا فيها؟ بداية بلشت لما أنا شفت تفاعل الناس مع الخبرية، هي طلعت كذبة الخبرية إنه في حدا سرق خبز وبيبسي أم انحبس أم انحكم ب 300,000. تفاعل الناس على الجوع اللي صاير بالبلد كان تفاعل مخيف، فبلشت من هون الفكرة. نحن هون مجموعة من الأصدقاء، ما بدي أقول كتار، خلينا نقول شي 10 أشخاص، منلتقي كل كذا نهار منقعد بمثل قهوة. فقررنا بما أنه نحن مغتربين كلياتنا قادرين كل واحد يشيل 100-200 دولار من معاشه أخر الشهر، منبعتهم لحدا بوزع خبز شهرية 200 ربطة أو 300 ربطة على كل منطقة بلبنان. يعني كل شهر كان المفروض يكون عندنا منطقة واحدة، وقلنا بما أنه هلأ طرابلس هي الحدث فخلينا نبلش من طرابلس، يعني نبلش من عكار. عكار كتير يتيمة وما حدا بيسأل عنها وما حدا بيطلع فيها. كيف رح ينظموا عملية توزيع الخبز على الأراضي اللبنانية؟ رح يصير التنظيم أنه عرضت أنا على فيسبوك موضوع أنه الشعب اللي هن الموجودين بالبلد اللي معه سيارة اللي قادر يساعدنا يكون هو المندوب نهار السبت عشان الناس اللي بتشتغل تكون معنا. أنا ببعت لهم يا المبلغ يا ببعت لهم الخبزات، يعني ممكن نحن نحكي مع فرن نأمن الخبزات للمنطقة، وهن بتم توزيعها بحسب أهل المنطقة. يعني اللي ساكن بالمنطقة بيعرف أي أحياء فقيرة أي ناس عن جد عايز ربطة خبز، وهي المساعدة بشكل رمزي حتكون، يعني انه ربطة خبز ما حتفتح لهم بيت. في جمعيات حكيتني وعندهم احصائيات وعندهم داتا من طرابلس، في جمعيات من النبطية حكيتني لما قلت انه هعمل بالنبطية، وفي ناس قررت تقدم 200 ربطة و300 ربطة، وهلأ نحنا يعني واصلين لتقريبا 600 ربطة خبز نحنا عنا، يعني نحنا قادرين نغطي 3 مناطق برمزية الموضوع. مبادرة فريدة من نوعها لتساهم بتخفيف أزمة الجوع اللي وقع فيها المواطن اللبناني الفقير. وإذا المغتربين شعروا بالمسؤولية تجاه الأشخاص الجوعانة بلبنان، وين موجودة مسؤوليات المعنيين بالداخل اللبناني؟ ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.